انا شو سيد راسي؟ والله جارنا ابو محمد الله يجزيه الخير جايب هدايا لكل فارية الحارة. ابو محمد اسكافي؟ ايه ابو محمد، مو معبي عينك يعني؟ لكن معبي عيني، يقطع عمره ما اساله قبل ما يتكرم ويجيب هدايا للعالم، يدفع كريدت كامل اول وحاسب حسابي له محاسبه. والله ما بنعرف، اساله. ايه بساله شو عليه؟ هي اجا ابو محمد. اهلين 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 يا ابو محمد، اهلين بسيد راسي. اهلين ابو نجي. شلونك سيد راسي؟ أهلين. شلون الضيعة وأهل الضيعة والمختار بيت حماي؟ مناح مناح، بيسلموا عليك ومو ناقصهم غير شوفتك. إيه أحلى أبو محمد، الله يخلينا أبو محمد، دولك أهلين بقرايبي ومن بلدي وسيد راسي. لك منين لوين قرايبي ومن بلدي لك أبو نجي؟ اسمع ولا سمع، لك شبنا فخري؟ لك مو حرمتي طلعت من ضيعته لأبو محمد شبنا؟ إذا هيك الحق معك أبو نجي. عم حاكيك سيد راسي؟ أنا شروال ما بدي بدي انباس. شبكوا سيد راسي؟ ليش عم تضحكوا؟ لك وعم نكت ها؟ تكرم أبو نجيب تكرم، ولا يهمك عامل حسابك. حبيب قلبي، ولا لا؟ ما بدي انباس، أنا وكيلك في عندي أواعي خير الله. أعطيني حق الانباس، خرج ناشف بيكون أحسن، أحسن سيد راسي أحسن مصاري. بدكم شيء يا جماعة؟ سلامتك أبو محمد. الله يسلمكم، بدي أروح أسوي جيب شوية أغراض وما تنسوا موعدنا المساء. لا لا أكيد أكيد. يا الله سلام عليكم. الله معه أبو محمد. سلام. شوفي اليوم المساء؟ هذا ابن بلده. بدنا نروح اليوم المساء نحضر درس بالجامعة الأممية. درس بالأممية؟ إذا بدك منمر لعندك وبناخذك طرينا. لا 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 سيد راسي لا، ما بدي. إن شاء الله تتهنوا. السلام عليكم. يلا يا منى وليا صحن البرجر القوام ورجعينا للباقيين. يلا خفوها شوي. لك ديبه ما خلصتي السلطه على عيوني؟ لا تهيك لي هم معلمتي، صرنا خالصين. والشجر ما لاني فلوس، خبي ايدك يا منيحه ويا عروس. وقعت عليكي. شو بدك مني هلا؟ بدي تجيب لي قطايف. نعم شو بتاكلي هلا؟ جبت لك تفاح، وقبل منا شكرية جابتك موزه. بس خلص ما عاد بدي. لا رح جيب لك، بس بدي لعبك لعبة. إذا طلعت أنا ليك القرعة بدك ترقصي. موافقة. ولك شبكم ما خلصتوا تنقاية. يلا يلا. يلا رح أرقص، شبكم غنوا. ما بنعرف. أنا بعرف. غني لي. يلا ردوا وراي. أعمل تيف لا يرقص عبى البيت غبار غبار. تتقطع يا فردوس إلهي، لك محاسبة حالك صغيرة؟ عوض ما تجي تساعدينا ولي على عيونك. ها صحيبي افتحي يا مو. مين؟ أنا يا بي افتحي. خبوا يا بي خبوا، معي رجال. إجا أبي خذوا الطريق. غني غني ناوني يا زكاة ناوني. يا الله يعيش ورديات. يا سلام، طيب ريحة ركيف. الله لا يوفقك يا أبو محمد، الله لا يوفقك يا أبو محمد. لك من لك من لك، الله لا يوفقك، محتوف ومنتوف وما معك البرغوت. من لك الأكل. الله يهونها ويسرها معقول. والله يا أبو محمد بكرم ونعم بالله يا زلمة بدر. يلا شرفنا محمد. السلام عليكم. Thank you.
الله يسعد مساك سيد راسي. شو رقم محمد؟ ابو نجيب اهلين وسهلين. الله يخلي لنا اياك سيدي. يا ريت تخبر ابو فخري انه انا نويت خلاص بدي اروح معكم على الدرس على الجامع الاموي. على الاموي هلا؟ ايه شي طيب. فوت هلا اتعشى معهم ونشوف شو بصير معنا. يعني ما فيها اسئله سيدو؟ لا اعوذ بالله. سئلت شو؟ شرف شرف. الله يخلينا اياك. شرف سيدي شرف. يلا يلا اهلا بجيب. شرف سيدي. الله يخلينا اياك. السلام عليكم. اهلا بجيب. اشتقت لك يا عمري. انا شو ريحتك؟ الله لا يوفقك يا ابو نجيب. الله لا يوفقك. ما حدا تبني عني. صبيحة تقبر قلبي جايب لي صبيحة. لا يا امو لا يا امو خليك تعشى معي قبل ما يجي الكرنيت. عبود يضرب حظك شو معتر. الله يلعن السعي اللي شفتك فيها يا ابو نجيب. معناتها النجيب ماتت من الجوع مو من المرض. يجعلوا دايما ان شاء الله. السفره دايما يا ابو محمد. صحتين وعافيه. والله بكير. معليش لسه بدنا نروح على عرس ابنه لابو صفوان. يلا يا جماعه يلا خذوا طريق. الله يسعدك ابو محمد. معيتك تاج راسي انت. اذا في هيك سكبه رز وشويه قرديش لحمه لا معبود قريبتك. على راسي على راسي. هلا لودي على الضيوف. تفضلوا شربوا تفضلوا. يلا اهلين اهلين بالمحتار. اهلين بالعقيل. يا اهلين يا اهلين. ابقى اسكب لي شيء سكبه معك. ايه براسي براسي سيبوه براسي. الله يسعدك يا ملا. فكر حالك رح تطلع قدو لهالكرنيت. يا خرب بيت قلبه طلع انكح مني بكثير. لا وقال شو عم يدور علينا مشان يروح معنا على جامع الاموي ياخذ درس. يلا تصبحوا على خير. وين وين ابو صفوان؟ ما بدك تروح عند ابو صفوان مشان عرس ابنه بيزعل منك؟ ها والله الوالد تعبان شوي وبدي روح شوفه. سلموا لي عليه وباركوا له بالنيابه عني. يلا ان شاء الله معك. ما عفى الوالد ان شاء الله. نخبي اللحمات نعملهم القاومة والطبيخات خلي تتحوقن معبود أحسن شيء. لك شو عم تعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لك قولي أحم قولي دستو شبكي. شو عم تعمل ها؟ ما عم أساوي شيء ستي ما عم أساوي شيء. يو شو في بالطنجرة؟ طبيخ ست راسي طبيخ. هذا يا ستي قلت له لأبو محمد ابن ضيعتك. قلت له اعطينا شوية لحمة. قال لي والله يا ابن نجيب لحمة ما عاد صفي في طبيخ. قلنا له يا سيدي طبيخ طبيخ نعمة الله شو بالطبيخ طيب شانه معبود. ومين يقول لك تشحد لي طبيخ من عند العالم؟ شو ريحة هاي؟ ريحة شو؟ ريحة شو؟ ريحة الصفيحة. هذا ابني عبود غسل لي بشوية صفيحة. شو الحكي؟ صفيحة صفيحة؟ ايه صفيحة صفيحة. ناولينا شي قرصين الله يستريك نتملح فيهم. ما صفى غير 5 قراص خبيتهم لبكرة حتى نتغداهم انا وياك. بعدين انت متعشى عند ابو محمد ومعبي بطنك لشو الصفيحة هلا؟ الله يسامحك يا ام عبود الله يسامحك. هلا ما خبي اللحمات. لكن مو عيب عليك تفوت لعندي على الاوضه؟ انا بدي نام هون. بالله شو؟ إيه ما فشت عينك؟ ولك انت ما عندك حريمات؟ اف لا بلا عندي. لكن يلا روح نادري زكية بدي نام انا وياها. اف والله عين العقل عين العقل. اف
زكية يا زكية. شو بدك منها يا ماما؟ خليها طلعت نام عند هيفو. يو وليش بقى؟ هذا الخانو عيب نام أنا وياها بأوضة واحدة. يا آخر هيك تعي لقلة تتركيها أحسن. إجت منها عاوزك كلمتين. تعي يا أبو تعي.